السلام عليكم، أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هنعمل مع بعض برجر اللحمة بطريقة جميلة جدا، أحلى من اللي بيتقدم في المطاعم. هعمل لكم برجر اللحمة بصوص المشروم. هنحتاج للوصفة دي بصلتين كبار، بصلاية منهم هستعملها مع البرجر والتانية هستعملها مع صوص المشروم. هقطعها مكعبات مش كبيرة مش صغيرة. في الطاسة بنحط كمية من الزيت، وبعدين بنزل كمية البصل كلها، بقلبها على النار شوية لحد ما يبقى لونها شفاف. بعد كده بقسمها، باخد نصها للبرجر ونصها لصوص المشروم. هنقلبها على النار تقريبا بتاخد 7 دقايق. بنقلبها لحد ما يبقى لونها شفاف ونلاقي ريحة البصل ابتدينا نشمها. مش عايزين نغير لونها ولا ننشف البصل ولا حاجة خالص. قلبتها على النار بيبقى شكلها بالشكل ده. بصفي نصها تقريبا وبشيله على جنب لحد ما يبرد عشان استعمله مع اللحمة في خلطة البرجر. تقريبا نص الكمية. بعد كده هضيف للباقي معلقة دقيق كبيرة عشان ابتدي اعمل صوص المشروم. بقلب الدقيق مع الزيت والبصل وبرفعه على النار لحد ما يبقى لونه بيج فاتح. بعد كده بحط المشروم بالكمية اللي انا عايزاها، بالنوع اللي انا عايزاه، ممكن معلب ممكن فريش، اي نوع مشروم تستخدموه. وبنضيف ملح وتوابل. انا هنا يعني طبعا ايه، بنقلبه على النار لحد ما يبقى لونه يغمق شوية. بنحط ملح وفلفل اسود، وممكن تحطوا شطة او بابريكا زي ما تحبوا. بنرفعه تاني على النار وبنقلبه شوية لحد ما يتحول لونه للون البني. وهرجع لكم مرة تانية، هروح اعمل وارجع. خلاص دلوقتي البصل برد، هحطه على اللحمة. ده 3/4 كيلو لحمة بقري. احط عليه البصلاية اللي عملناها لونها شفاف، والتوابل اللي هحتاجها ده نص حبة جوزة الطيب مبشورة، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس، ومعلقة صغيرة ممسوحة فلفل اسود، ياريت يكون من نوع جيد، ومعلقة صغيرة ممسوحة برضو من البابريكا، مهمة جدا بتدي طعم وريحة حلوة. وممكن نحط شطة، ده اختياري. معلقة كبيرة ممسوحة من بودرة البصل، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح. بحط على خلطة البرجر بيضة. البيضة دي بتخلي الخليط يبقى متماسك. وبحط معلقتين كبار من الشوفان المطحون. لو ما عندكوش شوفان ممكن تستعمله بقسماط مطحون. بنحط التوابل وبنبتدي نقلب. بنقلب كويس جدا عشان كل حاجة تمتزج مع بعضها وتبقى متجانسة، ما يبقاش في جزء في توابل وجزء لا، او جزء حادق وجزء دلع. بعد ما خلاص قلبناها كويس ببتدي اقسم بنقسم البرجر، بنقسمه اجزاء بحجم كرة الراكت. انا مش بحب اعمله صغير لان الصغير بينشف وما بيبقاش طعمه حلو قوي، وبرده الكبير قوي ممكن ما يستويش من جوه. هو بالحجم ده بيبقى معقول جدا، بيبقى جوسي وفي نفس الوقت مستوي وكويس، ويبقى طعمه حلو في الساندوتش. بحاول ان انا اسويه من بره على قد ما اقدر. بحطه على ورق الزبدة وبحط فوقيها كمان ورقة زبدة. ببتدي اعمل كمية البرجر كلها وبحط بين كل واحدة وواحدة ورقة زبدة.
هو تقريبا الكمية دي ممكن تعمل من 6 لـ 8 برجرات، وحجمها كويس جدا، وممكن البرجرية الواحدة تشبع. زي ما قلت لكم، بنحط بين كل واحدة واحدة ورقة زبدة، وبنكمل لحد الكمية كلها ما تخلص. بعد كده بنشويها، ممكن نشويها على شوايب الكهرباء، وممكن على شوايه فحم عادي جدا، بس نحط شبكة. ممكن تعملوها على طاسة تيفال على النار من فوق، من غير ما تضيفوا زيت، او تدهنوا الطاسة بس خفيف كده زيت. ممكن ترصوها في صينية وتدخلوها الفرن، بتاخد لها حوالي من 20 لـ 25 دقيقة في الفرن. انا بعملها هنا فوق، دول 6 ولسه في 2 كمان. بنسيبها تقريبا على كل جهة حوالي 5 دقايق، وما تقلبوهاش. اهم حاجة ما بنقلبهاش الا لما تتماسك تماما. معلش بقى، انا ضاع مني كليب صغير هنا. انا بعد ما استوى حطيت مايونيز على العيش الكايزر، وحطيت عليه البرجرية، وحطيت لها شريحة من الجبنة التشيدر. المشروم، صوص المشروم سخنته عشان يسيح الجبنة كويس وحطيته، وبعدين هحط عليه شرايح الطماطم. الطماطم بشيل بذرها عشان ما يبقاش فيه كمية سوائل كتيرة في الساندويتش. وممكن تحطوا خيار مخلل لو حبيتوا، وبنحط خس، الخس الروماني اللي هو الخس البلدي بتاعنا ده، بيبقى طعمه أحلى. وبنحط الجزء التاني من الكايزر، وبيبقى طعم جدا وأحلى من بتاع المحلات. والأحسن من كده ان انتي بتكوني ضامنة انتي بتأكلي عيلتك ايه، لحمة انتي ضامناها وضامنة النظافة، وما بتضيفيش اي اضافات عشان تكتر الكمية. وخلاص، جربوا وان شاء الله هيعجبكم جدا. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اعملوا شير للفيديو، تعملوا شير على الجوجل او تعملوا على الفيسبوك، وتعملوا لايك للفيديو، وسبسكرايب لقناتي عشان تساعدوا قناتي على الانتشار وعلى انها تكبر بيكم. ولو ليكم اي طلبات اكتبوها لي في التعليقات تحت، انا بكون مبسوطة جدا لما بقرأ تعليقاتكم. وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.